خطوة للأباء نقول له بارك الله فيك، نحبوا نشوفه اليوم مع اللي قدمه سيد الوزير، احنا نحبوا نشوفه يطبق على أمر الواقع على الواقع باعتبار اللي توا نعرفوا اللي الوضع الاقتصادي نتاع البلاد يمر بصعوبات، ولهذا يلزم الإجراءات هذه معناها تتم في أقرب وقت ممكن. اللي جات مذكرة عدد 22 بتاريخ 2 أفريل 2018 بتقضي بحرمان الباعثين العقاريين في حقهم بطرح الأداء معناها الأداء على مخزونهم العقاري اللي أنجزت قبل 1 جانفي 2018. هذايا الحقيقة ظلم 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 واستبداد، هذايا تعسف نتاع الإدارة. ما سجلناش معناها بيوعات، معناها عدد قليل برشا، لا ما نجموش، ما يتعدوش معناها ما نجمش نقول لي شيفر هذوما، لأنه ثماش نسبة، ثماش بيوع، ما ثماش من 1 جانفي لن نسجل، يعني ممكن 0.5%.